راكم تكون كلشي عندكم عنده النص ديالو نبداو. الوغ لوغسكو جو 10 ans يعني ملي كانت عندي 10 سنوات ما فامي ابوندونا لا كومباني بور لا فيل يعني العائله ديالتي غادرت القريه باش تمشي للمدينه. لا جو ديبيتي دون لا في كوم كريور دو جورنو. لا شنو هي لا؟ لا هي المدينه. فما يقول لك عطيني المدينه يعاود جوج المرات قال لك لا يعني في في, في المدينه. بديت الحياه ديالي ك بالريح ديال الجرائد يعني كنبيع الجرائد في الزنقه ولكن زعما تنبرح بهم. اون دي ريزون سي كو نو زافيون بوزوان دارجون. علاش انا درت هاد الخدمه؟ لان كنا محتاجين الفلوس. مي جو دوا دير دابور ولكن خاصني نقول اولا كو جافي ديكوفير لا بيبليوتيك بوبليك يعني اكتشفت الخزانه العموميه كو جو مو بلونجي دون لا ليكتور وكنت استغرق وقت كبير في القراءه. ولاحظتوا دير لكم بين قوسين ثلاثه النقاط. شنو معناها؟ معناها ان هذا النص هذا مجموعه من الاحداث حذفوهم لكم لانهم ما غاديش يهمكم في هذا الامتحان. دون لي بوفر فيرم او جافي فيكو لي ليفر نيكزيست با. قال لك في الفيرما اللي كنت عايش فيها ما كانوش فيها الكتب ما كانوش كاع نهائيا. الوغ وعاوتاني غنحذفوا واحد الحدث وغنديروا بين قوسين وغنمشيو باغ ان بور ميراكل يعني بواحد المعجزه خارقه. On m'avait prêté quatre des ouvrages merveilleux que j'avais dévorés. يعني عطاوني سلفوني أربعة ديال الكتب ouvrages ou mal كتب merveilleux يعني رائعين que j'avais dévorés يعني كليتهم. متى نقولوا كليتهم؟ ماشي قصدنا بهم الماكلة، قصدنا أنني كليتهم في القراءة يعني قريتهم مزيان. À cette époque يعني مش دابا حنا في الفقرة الثالثة. À cette époque يعني في ذلك الزمن on n'écrivait pas d'ouvrages pour les enfants. ما كانوش تكتبوا كتب للأطفال. Je me rappelle avoir été impressionnée. Ana قال لك باقي عقل راسي كنت معجب بماذا؟ En consultant le catalogue كنت كنشوف واحد الكتالوج. شنو هو الكتالوج؟ هو واحد الكتاب اللي كيجمع مجموعه من العناوين ديال القصص par ce titre. يعني je me rappelle avoir été impressionnée en consultant le catalogue par ce titre. يعني كان عاجبني واحد العنوان ديال واحد الكتاب في ذاك الكتالوج اسميت ذاك العنوان les aventures du pèlerin Pickle. يعني مغامرات الحاج بيكل. بيليغان هو الحاج داكور اللي كيمشي للحج. بيكل واحد الشخص داكور. فوالا جو رومبلي ان بوتان اي لو يعني فاش مش كندخل فاش كندخل الخزانه كنعمر واحد الاستماره. اي لو بيبليوتيكار شكون هي لو بيبليوتيك؟ لو بيبليوتيك واحد الشخص اللي كيتكلف بالخزانه تيكون داخل الخزانه المدرسيه او في اي خزانه عموميه هو اللي كيعطي الناس الكتوبه وكيطبع لهم وخصو مثلا يردوا من دابا 15 يوم يعني ماشي كيبيع يسلف الكتاب واحد المده وكتعاود ترجع عليه. الوغ لو بيبليوتيكار مو رومي لا كوليكسيون دي زوفر كومبليت كيعطيني سميتو لا كوليكسيون هي سميتو دوك المجموعه كلها ديال داك الكتاب اللي عجبني كومبليت. هنا عندنا حذف ديال الاحداث. اون ان انورم فوليوم يعني هذاك الكتاب اللي خديت انايا فيه بزاف ديال الاجزاء كثارين كبارين. الوغ اش قال لنا في الفقره الاخيره؟ جو ليزي تو يعني كنت نقرا كل شيء داكور. جو ماتاشي سورتو ا ليستوار يعني كنت كتعجبني بزاف كيعجبني بزاف التاريخ داكور. او زافونتور المغامرات et aux anciens voyages sur terre et sur mer. وعلى السفريات القديمه اللي كتكون فوق الارض وعلى البحر داكو. جو ليزي لو ماتان كنقرا في الصباح. لابريميدي بعد الزوال. اي لا نوي في الليل. جو ليزي اولي كنقرا وانا فوق ناموسيتي. اطابل وانا جالس في الطبله. الالي يعني وانا غادي للمدرسه. اي او غوتور دو ليكول انا غادي وراجع من المدرسه كنقرا. جو ليزي او ريكرياسيون كنقرا في الاستراحه. Pendant que mes camarades s'amusaient. اثناء ملي تيكونوا صحابي تيكونوا تيلعبوا في الاستراحه انا كنقرا. هنايا كاين حد في الاحداث. و جو ريبوندي ا تو الموند دائما ملي كيجي عندي شي حد كيبرصني اش تنقول لهم؟ الي فوزون سيرو فحالكم فو ماكاسي كتعصبوني داكوغ. فوالا نشوفوا دابا هنايا دابخي جاك لوندون. اش تنقول لكم دائما ملي كتلقاو دابخي عرفوا تبع اسم الكاتب. من طرف جاك لوندون فاصلة لو كاباري دو لا ديرنيير شانس 1913 هذا كله عنوان يعني بين فاصلتين هذا جزء اخر من 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 مصدر النص بلوتو من المعلومات اللي خاصه بالنص. عاد كاينه فاصله وكاينه ترادوي بار ال بوزيتيف. شنو هي ترجمه هذا الكتاب؟
كان بلونجلي ومولاه واش بلون وين بلونجلي ولا بشي من لغه اخرى وترجم للفرنسيه شنو يتخاتو يعني ترجمه من طرف ال بوزيتيف ال شي شخص سميتو ال العنوان اسم العائلي ديالو هو سميتو بوزيتيف العائلي والاسم الشخصي كتبوا لنا فقط ال داكو يعني هذا الكتاب كان بشي لغه اخرى وترجمناه لواحد الفرنسيه صافي دابا غادي نمشيو لا كومبريونسيون عندنا مطلوب منا تيتر دو لور يعني اسمه الكتاب الا لاحظتوا اخر مره شنو شفنا سورس دو تكست وفي الامتحان اللي قبل منه شفنا كذلك تيتر دو لور يعني اسمه الكتاب كيف ما قلت لكم نقول لكم سورس دو تكست هي مصدر النص يعني هي بغينا منكم عنوان الكتاب طلبنا منكم تيتر دو لور يعني اسمه الكتاب وفين قلت لكم دائما تيكون اسم الكتاب هو تاني من بعد اسم الكاتب اللي هو هذا يعني نبدا من لو كاباغي حتى 1913 ممكن هذه ما نكتبهاش علاش لان غادي نبغي نستعملها في اني دو باريسيون الوغ بلا ما نعاود نكتبها وغادي نكتبها ماشي مشكله صحيحه لو كاباري دو لا دارنيير شانس وغادي نكتب فين هي لو كاباري دو لا دارنيير شانس هذا هو اسمه الكتاب لو نون دو لوتور كيف ما قلت لكم هو اللي كيكون في القدام بلا ما نكتب دابخي بلا ما نكتبو دابخي غنكتبو جاك لوندون وكيف ما قلت لكم غنكتبو بنفس الطريقه باش مكتوب جي جي ماجيسكول و ال ماجيسكول داكور تيب دو تكست الوغ متى نقول لكم نوعيه النص ردوا البال دائما في امتحان الموحد ديال عندكم ديال القسم او ديال الجهوي ملي كيطلب منك تيب دو تكست غتكتب هادي هي اللي غتكون عندك ناراتيف يعني قصه سرديه ناراتيف ردوا البال الله يخليكم كاين اللي كينسى كيكتب لنا غير ار وحده لا جوج ديال لي زير و اف ماشي في كي تكتب لي ناراتيف وكيدير في او لا ناراتيف هي اللي غتعطي لكم في الامتحان ما غيعطيكمش نص وصفي لانه هنايا ملي كنهضروا على نغاتيف يعني قصه سرديه راه تيكون فيها الوصف ولكن السرد او الحكي تيغلب الوصف اذا غتكون نغاتيف داكور دائما نديروا هذه اوتوماتيكمون نقول لكم من هنا عطاوكم نص قالوا لكم تيب دو تكست اذا قال لك تيب راه نغاتيف واذا قال لك جونغ اذا قال لك جونغ جونغ دو تكست اذا قال لك هادي راه ماشي نغاتيف يا اما غتكتب ليه رومون يا اما غتكتب ليه نوفيل حيت انا قريتي هذا العام نوفيل داكور وغتقول لي استاذه باش بغينا نعرفوا بان كاينه غومون دائما كيعطيكم واحد بحال دابا هنايا دائما في لا ريفيرونس كتكون شي حاجه اللي كتبين في هاد لا ريفيرونس كتكون شي حاجه اللي كتبين على انه غومون او نوفيل هادي في حالات الا قالوا لكم لو جونغ يا اما تكتبي غومون يا اما نوفيل على حسب شنو عطاوك الا هي روايه راه في التحت راه غادي يكتبوا لكم شي حاجه عندها علاقه بالروايه غتكون باينه ولكن اغلبيه الاوقات كيعطيو تيب دو تكست كتب ليهم نغاتيف وانت مغمض عينيك اني دو باريسيون راه شفناها فين كاينه راه هي اللي مكتوبه داكشي قلت لكم قبل ما نكتبوهاش هي هادي 1913 1913 وغادي نكتب 1913 صافي جيسبر ان الطابلو يكون عندكم صحيح خصكم ما باقيش تخطئوا فيه فوالا سميرة برافو ما خصكمش باقي تخطئوا فيه الله يخليكم هذيك نغاتيف ردوا ليها البال ردوا ليها البال صافي داكو نمشيو دابا للسؤال الثاني جيسبر يكون الجدول باين وتكونوا يبين لكم اشنو سمحوا لي راه كنمسح دغيا حيت باش ما نشدكمش معايا بزاف داكو نمشيو دابا للسؤال الثاني الوغ السؤال الثاني قال لك اسيدي qui est le personnage principal du texte. Mais c'est quoi le personnage principal? Le personnage, il y a un seul. Il SS. Il n'y a S. Il n'y S. Pourquoi est-ce que tu donnes beaucoup de personnages? Alors, quand tu demandes le personnage, tu dis le. Il n'y a pas un seul. Quand tu demandes beaucoup de personnages, qu'est-ce que je vous dis? Personnage principal, هو الشخصية الرئيسية شكون هو الشخصية الرئيسية اللي كاين في النص لو بيرسوناج برينسيبال راكم عرفتوه هو لونفون وانتبهوا باغفوا راه بعض الأسئلة يقدروا يجاوبوا لكم على هذا السؤال الثاني بحال هنايا
الا لاحظتوا ها هو شفتوا فين كاينه ها لونفون ها الجواب اذا لو بيرسوناج برينسيبال هنايا لونفون قال لك كيل اي سون اج قال لك عطوني لاج ديالو لاج ديالو هي راه بدا في الاول ديال الصفحه ديال داك هو 10 ans 10 ans يعني 10 سنوات وغادي نقول لو بيرسوناج برينسيبال هو لونفون انا كنجاوب ديريكت ما كنديرش لو بيرسوناج برينسيبال باش نقول لكم بان الامتحان راه ماشي مشكل جاوبوا اللي كاين داكو والسؤال الثاني قال لك باش عرفتي بانه غادي نكتبوا لاج ديالو هي 10 ans داكو شوفوا دابا السؤال الثالث السؤال الثالث قال لك نو ماشي جاك لا بنتي ماشي جاك جاك راه هو كاتب النص فقط فقط داكور ولكن لو بيرسوناج برينسيبال هو ان اونفون كون بغاو يقولوا لنا جاك كون كتبوها نفس كون كتبوها لينا هنايا في النص ردوا البال على المساله هذه الله يخليكم الا ما كتبوش لكم الا ما عطاوكمش اسم ديال الشخص في وسط النص ما تحطوش نتوما من من, من من مصدر النص ما تحطوش الله يخليكم ماشي غتكتب ليه جاك الا كتبتي جاك راه خطا راه لو بيرسوناج برينسيبال هو لونفون داكور دونك ما كتبوش لك احمد زايره ليلى في وسط النص ما عندك كيما تكتبي داكشي اللي عندك في النص ولي تكتبي حتى الا ما لقيتيش مثلا ما عرفتيش شكون هو بحال دابا هنايا حنا ما عرفناش بان ان اونفون هو كيقول لنا جو تيستعمل لو برونون بيرسونيل جو هكا باش تهضر ولكن حنا باش عرفنا اونفون حيت كاتب في الاول كاتب 10 ans ملي كاتب 10 ans عرفنا بانه سي ان اونفون صافي ملي تكتب 10 ans كنعرفو بانه سي ان اونفون فوالا نمشيو دابا لا كيستيون 3 قال لك لا كيستيون 3 شوفوا معايا مزيان ركوبي الا شفتوا دو ركوبي ردوا على البال شنو هي ركوبي يا كتب عاود كتب لو تابلو غتكتب لو تابلو فين غتكتبو سويفون سور تا كوبي يعني غتكتبو في غتكتب لو تابلو في الورقه التحرير ديالك بوي كوش كوش هي غدير علامه على فغي ولا فو نمشيو لا بروميير فراز افون لو ناراتور ابيتي ا لا كامباني قال لك قبل كان الراوي كيعيش في القريه فغي ولا فو فغي داكور وغادي نديرو هكا الوغ لا بروميير فغي لا دوزيام هادي سي تان افيرماسيون على حساب الطابلو مكتوبه على فان او لا دوزيام فراز قال لك لا فامي دو ناراتور ايتي ريش قال لك واش العائله ديال الراوي كانت غنيه انت لاحظت اللي قالت لي اللي كتبات لي بانه راه جاك كون بغاو يقولوا جاك كون كتبوها لك حتى في الطابلو في الطابلو كتبوا لك الراوي ما كتبوا لك كاع سميتو داكوغ انا غدير بهاد المساله هادي الوغ لا فامي دو ناراتور ايتي ريش لا سي فو علاش لان قال لك علاش هما اصلا جاو للمدينه حيت قال لك نو زافيون بوزوان دارجون كان خاصنا الفلوس اذا فقراء وغادي ندير فوس انا راه كنكتبهم ولكن نتوما راك في الامتحان راك تنقلوا الطابلو كاملو وكديروا علامه انا كنكتبهم ولكن نتوما غادي تشوفوا واش صحيح ولا خطا عندكم قال لك سيدي لو ناراتور ايمي لي ليفر دافونتور قال لك واش الراوي كان تيبغي كتب المغامرات وي فغي علاش حيت هي مكتوبه قال لك سيدي هنايا جو ماتاشي سورتو ا ليستوار او زافونتور مي تنقولوا اتاشي يعني شي واحد اللي كيتشد لواحد الحاجه كيتشد ليها بزاف يعني كيبغيها وغادي نديرو فغي داكور نشوفو الاخرى اخر جمله Le narrateur aimait lire partout à tout le moment de la journée. Il dit Rawi qui brille grafinement. Et il place et à tous les moments. J'ai mis à quatre lions. Ça est vrai. Je lisais tout. Là, pardon. Je lisais au lit, à table. Il dit qu'il faut que nous soyons à table. Il dit qu'il faut que nous soyons à table. L'après-midi et la nuit. Il dit vrai. وغادي نديرو فري داكور نمشيو دابا لا كيستيون 4 لا كيستيون 4 غوليف دون لو تيكست قال لك غتجبد ليا من خلال النص Ce qui montre que l'enfant était un grand lecteur. Les kibin, l'enfant est un grand lecteur. Les kibin, bennahu, had tivl, huwa ibara an wahed qari li huwa ya mashi kbir fi l'amr, walakin zama hit ki hib l'qira'a. Kaynin bzaf djel les phrases. Ana ghanktbhom kamlhom, walakin ntouma raka tjebdou ghi wahda, hit aliha ins nokta faqat.
عليها غير نص نقطة. إذا كاينين بزاف، كاين مثلا كاينة هاد الجملة هادي، كاينة جافي ديفوري، ها وحدة يعني كناكل الكتوبة أكلا، ماشي ديك الماكلة اللي كتعرفوا يعني، يعني كان كيبغي القراءة، ها وحدة تانية كاينة واحد بلا سطرت عليهم باش نسميتو جو مي بلونجي دون لا ليكتور، يعني كان كنقول حنايا كنعوم، يا راه ماشي كنعوم، يا راه كنسرح مع لا ليكتور، جو مي بلونجي دون لا ليكتور داكوغ. كاينه كذلك جو مي بلونجي دون لا ليكتور، كاينه وحده اخرى شتها جو ليزي تو، جو ليزي تو، ونقدر نكملها ماشي مشكل. جو ليزي لو ماتان، لو ماتان، وكاين كذلك جو ليزي او لي، المهم كاينه جو ليزي او لي، جو ليزي او ريكرياسيون، كاع داكشي اللي فيهم لو فيرب لير كلهم كيبينوا بانه سي ان غران ليكتور. داكوغ، نمشيو دابا لا كيستيون 5. لا كيستيون 5 قال لك لونفون ريبون ا سي كامارات كي سامويزي فو ماغاسي. الجمله اللي مذكوره في النص ها هي فو ماغاسي، قال لك تيقول صحابو فو ماغاسي. سيت فراز سينيفي، هاد الجمله ماذا تعني؟ واش فو ماميزي يعني كنستمتع معاكم، ولا فو مو فيت اونت يعني كتحشموا بيا، او كان تخليني المهم كان كتحشموا بيا بحال هكا، ولا نشوف بدا واش باينه باينه الوغ، ولا فو مينيرفي كتعصبوني، ولا فو ماتريستي يعني كتخليوني نكون حزين. اش بان لكم؟ الجواب هو لي زيتو، صحيحه الجواب هو فو مينيرفي. لا فراز سي استاذه في الامتحان، واش اللي بغينا نكتبو في ورقه خاصنا نكتبو السؤال كامل عاد نكتبو الجواب، ولا نكتبو غير؟ لا لا لا، شوفي عزيزه، غتكتبي فقط رقم السؤال وغتكتبي جواب مباشره، ما تكتبي لا سؤال لا والو، رقم السؤال جواب مباشره. الوغ لا فراز سي، وي الجواب هو سي، مزيان الجواب هو سي. فو مينيرفي بلا ما نكتب لكم، راه ديجا نتوما عرفتوها. نمشيو دابا لا كيستيون 6 7. مشو لا كيستيون 6، لو ناراتور فريكونتي بوكو لا بيبليوتيك. قال لك لو ناراتور كيمشي بزاف للخزانه، كيمشي بزاف للخزانه العموميه ديال الزنقه. دي بوركوا اون شوازيسون لا بون ريبونس، قال لك غتقول لينا علاش وغتستي جواب واحد صحيح. داكوغ، ماشي لي بون ريبونس، لا بون ريبونس. انت نقول لكم لا بون ريبونس، ردوا البال المسائل هذوك اللي كي سميتو، مي تنقولوا لا بون ريبونس، اذا غتجبدوا واحد من هادو جواب صحيح. اما الا قالوا لكم لي بون افيك اس، اي غادي يكون ممكن يكون جوج، ممكن يكون ثلاثه، ما يكونش واحد. الوغ انا ملي قال لكم لا بون يعني وحده اللي كاينه. واش كيمشي للخزانه باش بور بريتي دي ليفغ ا سي كاماراد؟ واش باش ياخذ الكتب الاصدقاء ديالو يقرا فيهم؟ داكوغ، ولا pour rendre ses vieux livres pardon pour vendre ses vieux livres واش بيبيع كتب القدام ديالو، ولا pour emprunter des livres، ولا باش يتسلف كتبه من الخزانه العموميه، ولا pour changer échanger des livres، ولا باش يتبادل الكتبه مع الخزانه. هو فقير ما عندوش، اذا الجمله الصحيحه هي pour emprunter des livres، باش يتسلف كتبه من الخزانه. ابقى تيردو ليهم وغادي يكتبوا pour emprunter des livres. D'accord. Monsieur d'abord la question هذا A. هذا A. Monsieur d'abord la question B. La question B. Les livres de la bibliothèque étaient faits pour les adultes. قال لك الكتب اللي كاينين في الخزانة D'accord. Les livres de la bibliothèque étaient faits pour les adultes. Les livres qui sont dans le khizana, darouhom nnas lkbar. Yak, montre-le à partir du texte. Atani jomla li katbin ala 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 jawab dialek. Wahda li kayna ma kaynch men ghirha. D'accord. Wahda li kayna li hiya. À cette époque, on n'écrivait pas d'ouvrages pour les enfants.
داكوغ، هذه هي الجملة اللي كاينة، يعني في ذاك الزمان ما كانوش يكتبوا للدراري الصغار. الوغ اللي كيبين عليها هي à cette époque on écrivait pas d'ouvrage pour les enfants. Hada wa jawab sahih. Alors, je d'abord la question 7. Aول مره كنطيح في موحد في رقم 7. Normalement, الموحدات اللي تيكونوا اخرها تيكون رقم 6. Alors, رقم 7 شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا si tu étais à la place du narrateur, il est à كنتي بلاصه الراوي, aimerais-tu passer tout ton temps à lire? واش تبغي تدوز وقتك كامل في القراءه؟ هنا سؤال، يعني غتجاوبوا يا اما بوي يا اما بنو على حسابكم نتوما، يا وانتوما سيروا مع المنطق، من الاحسن قولوا وي، من الاحسن وغتقول لي وي. سي جيتي على بلاص دو ناراتور وي، نقدر نقول تو سامبلومون وي جيمري باسي دو تون، جيمري باسي فينايا ماشي دو تون، تو مون تون هذيك تون تو. J'aurais passé tout mon temps à lire. Justifie ta réponse par une phrase. Pour avoir maintenant pour avoir un bon vocabulaire. باش يكون عندي رصيد معرفي جيد. Pour avoir un bon vocabulaire. هنايا ما كاينش جواب vocabulaire. Pour m'enrichir. باش نغني راسي. Pour avoir des expressions. يعني هنايا السؤال الثاني هذا عنده علاقة بالإكسبرسيون ديالكم نتوما بكم نتوما، اشنو غتكتبوا فيه؟ الى بغيتو صيفطوا لي في الكومونتير اشنو درتو في هذا السؤال 7 باش نصحح لكم ليكسبرسيون كيفاش تقولوها. داكوغ، نمشيو دابا لا لونغ، مشيو لونغ كومونيكاسيون. الوغ لونغ لونغ غوليف دو ثروازيام باراغراف. قاليك غوليف du troisième paragraphe deux conjonctions de coordination. Quand je fais un home, mais où est donc or ni car. On va lire ma chère paragraphe. Troisième paragraphe. Il a donné un nom. Bachran Ellen. Abdullah Menef. Voilà. Il a décidé non à tout hell. Là, au moment où Hassan dit oui, on va lire. Oui, j'aimerais bien passer tout mon temps à lire. On va dire là, je m'étais pour avoir un bon niveau en français. Palaka. Pour avoir des mots à pour avoir des pour savoir bien écrire. يعني على الاقل كتلقى ما تقول في ديك وي، اما نو ممكن تقدر تقولي نو جيمري با باسي مون طون ا لير وانا غتوحل في علاش. اللهم الاحسن قول وي. الوغ قال لكم شوفوا اش من باراغراف 3ييم، قال لك غنشوفوا 3ييم باراغراف ونجبدوا منها دو كونجونكسيون دو كوورديناسيون. غنمشيو دوزيام وثروازيام ولا دو ثروازيام باراغراف. اه وي داكور، انا مشيت للدوزيام باراغراف منين جبتهم. نورمالمون راه خطا حيت في التصحيح خطا. واخا ها البرومي باراغراف دوزيام ثروازيام، ثروازيام كاينه نقلبوا واش كاينه شي سميتها لي زافونتور دو بيليران، كاينه اي داكور. Je me rappelle avoir été impressionné par ce titre, les aventures de pèlerin. Je remplis un bulletin et le bibliothécaire me remit la collection. فوالا، الوغ هنايا ردوا البال، كاين واحد الخطا، كاين واحد الخطا، يا إما مول السؤال قصد فيها دوزيام باراغراف، ماشي تخوازيام باراغراف، حيت تخوازيام باراغراف كاينه غير واحد لا كونجونكسيون وحده اللي كاينه، داكوغ؟ أما تخوازيام باراغراف فيها زعما لو دوزيام باراغراف كاينين جوج، كاينه مي وكاينه إي، ألوغ كو هنايا كاينه غير وحده اللي هي فينايا، كاينه غير إي. ما كاين حتى شي كونجونكسيون اخرى من غيرها
d'accord, en consultant la ma كاينش حتى شي كونجونكسيون نهائيا. الا نتوما لقيتوها قولوا لي، انا ما لقيتهاش، لقيت غير وحده. داكوغ، الوغ مادام انه في السؤال بغاو منا تخوازيام باراغاف. لا لا سلمتك على الله هند، ما صافي تخلص الحق. فوالا عندك الصح، انا مشيت مع الدوزيام باراغاف. اذا حنا اش غادي نديرو؟ هنا هذا المشكله خطيره يطيح فيها شي استاذ، لحقا جاب المشكله. الامتحان اللي كيجيكم الجهوي راه ماشي الاساتذه اللي كيصاوبوه، راه مفتش الماده هو اللي كيصاوبوه. اذا كاين خطا تما ملي قالنا تخوازيام باراغراف، راه حنا غنجبدوا منها غير اي، راه هي اللي كاينه ما كاينش من غيرها. اما الا كان دوزيام باراغراف هي اللي فيها مي اي، حقاش انا شفت التصحيح ديال هذا الامتحان هذا وتصحح فيه مي اي، يعني تيقصدوا بها دوزيام باراغراف. الوغ كاين خطا كاينه فقط غادي بوحده اللي كاينه، حنا غنمشيو على حساب السؤال ديالنا. داكوغ، ما غاديش نمشيو نديرو شي حاجه ما عطاوهاش لينا. نشوفو دابا la question 2. Trouve à partir du texte deux mots appartenant au champ lexical de la lecture. غنجبدو جوج ديال الكلمات، انا ما طلبوش منا جروب دو مو، جوج ديال الكلمات يعني كلمه واحده من كل واحده جوج كلمات عندهم علاقه بلا ليكتور اللي هي القراءه. كاينين بزاف، نتوما الله يخليكم نعم امتحان شنو قلنا، نحترموا السؤال، نجبد جوج ما نفوتش جوج. الا فت جوج وانا بيت نبان عليه بان راه واعر، حتى هو غادي يوريني العليا تاعته ويحط لي صفر. الوغ اللهم واحد ولا صفر. داكوغ، الوغ غادي نديرو نكتبو رقم جوج وغادي نديرو لا ليكتور، نكونو شويه منظمين في هاد المساله هادي، وندير دو بوان. هادي ما غاديش تجبدوها حيت هادي ديجا هي اللي خاصكم ديرو. الوغ وغادي نكتب كاع، انا شوفو انا غنكتب لكم جميع الكلمات، داكوغ جميع الكلمات، ولكن نتوما خاصكم تكتبو في الامتحان غير جوج فقط. كاينه جورنو عندها علاقه بالقراءه، الجرائد، كاين كذلك بيبليوتيك الخزانه، بيبليو تاك تاي كاينه كتكتبهم كيف ما حطوهم ليكم. بيبليوتيك كاينه كذلك ليفغ، داكوغ، كاين كذلك اوفراج كتب. بارك الله يخليكم، الا كتبتو ليفغ ما تكتبوش اوفراج حيت عندهم نفس المعنى، يعني كتب يا اما بيبليوتيك يا اما اوفراج. ليفغ جورنو بحال هكا. كاين كذلك الوغ انا كنمشي بصف بصف حيت قبيله سطرت عليهم. كاينه بيبليوتيكار، يعني بيبليو تيكار داك الشخص اللي كيتكلف بالخزانه، داكو حتى هو من يعني عندها علاقه بلا ليكتور. كاينه اوفغ، داكو كاين كذلك ليزي، غنكتبو كيف ما هو، ما تغطوش الانفينيتيف تقولوا بي تكتبوا ليغ، لا ما تكتبوش ليغ، كتبوه كيف ما محطوط ليزي. صافي جو كرو شي اللي كاين، فوالا شي اللي كاين. كاينه استوار التاريخ، هو عنده علاقه بالقراءه، جو كرو شي اللي كاين. وي فوالا هادشي اللي كاين مزيان. دابا غادي نشوفو هذيك ديفوري ما تكتبوهاش، ديفوري بلونجي راه المعنى ديالهم مشترك، هذا راه بلونجي معنى تاع مجازي في هذه الجمله. ديفوري هي كناكل الاصل ديالها، ولكن التعبير المجازي فهذا يعني كنقرا مزيان القصص. ما غاديش ندير انا ديفوري نكتبها هنايا حيت هو معنى مشترك بين مصطلحين، بين الاكل اللي هو الاكل الحقيقي وبين اكل الكتب اللي هي قراءه الكتب. اذا ما غنكتبش ديفوري وما غنكتب بلونجي، غنكتب الكلمات اللي عندهم علاقه بلا ليكتور اللي ما كيتبدلش المعنى ديالهم. داكوغ، فوالا. نمشيو دابا نشوفو لا كيستيون 3. لا كيستيون 3 قال لك ايه وي باسكو سلمى، وي باسكو جيم لو لي ليفر. مزيانه هادي احسن حاجه تقدري تقوليها، غير هو شويه لورتوغراف ردي معايا البال. داكوغ، نمشيو دابا لا كيستيون 3 قال لك رولي لي دو فراز بار ان مويان اكسبريمون لا كوز. هاد جوج الجمل اللي كاينين هنايا قال لك ربطوا بيناتهم كلمه بلا كوز. اول حاجه نقراو الجمل ونشوف فين كاينه لا كوز. لو جون غارسون فوندي دي جورنو، قال لك هاد الطفل تيبيع الجرائد. سا فامي افي بوزوان دارجون، عائلته محتاجه للفلوس. اذا فين كاين السبب؟ السبب كاين في الجمله الثانيه،
وغادي يكتب. الوغ كيف ما قلت لكم داك النهار، ما باقي ديروكم، ما باقي ديرو فيكو الا ما طلبوها منكم، نمشيو لا كوز اللي هي ساهله مهله، نمشيو الكلمات اللي كيتحطوا او العبارات اللي كيتحطوا في وسط الجمله، وغادي نقول لو جون غارسون فوندي دي جورنو كار ولا باسكو ولا بويسك والصلاه على النبي. داكو الوغ لو جون غارسون لو جون garçon finir vendait des journaux vendait des journaux d'accord et il m'a rendu car ou là dire parce que ou là puisque d'affirmer صحيحه ما تقلبوش على التعقيدات بلا ما تديروا ديككم لحقاش تبغيو تجروكم خصكم تقلبوا الجمل كار sa famille sa famille avait besoin d'argent sa famille avait besoin d'argent صافي دابو كيما قلت لكم نصيحه لله ما تطلبوش ما تديروش كوم ولا ديك ولا بي ولا اخرى الا ما طلبوها منكم هما لحقاش درتوها خاصكم تقلبوا الجمل تقولوا comme sa famille a besoin d'argent le jeune garçon vendait des journaux la makhlikoum al basata ahsan علاش كتلقى نعطي اكزامبل الا كانوا مثلا كتلقى واحد السيده انا نضركم غير العرس ديالنا كتلقى واحد السيده جايبه في العرس تاع الذهب الذهب كثير وفرحانه باش تبان وفي الاخر كتزقي هي اللي مشفوره من غريسيا حدا كتجيب سكينه لابسه عادي سامبل خويتيم وغورميت وتجي كتبان انيقه عليها نفس الشيء ما تقلبوش على تعقيدات البساطه 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 نشوفوا دابا بروف سي باسكو اييه مزيان عارفه بالله كار سلمى مزيانه داكور اييه بنتي غنخلي ادو عبدو ولا عبدو السمعر ما عرفتش نقراها مزيان غنخلي لكم اللايف مسجل غنخلي لكم مسجل Exprime la question 4. Exprime l'opposition en remplaçant ce qui est souligné par le moyen qui convient. Adna, pendant que, galli kan hidwa, ou gan remplace wa bouhad expression dia l'opposition. Hna, ana ma fhemch hada soual hada, jani gharib jiddan. Alash, hit ljoumla, ra fiha le temps. Pendant que dans la phrase, exprime le temps. Ana ma fhemch hada mouftich ma, Allah y'alim, ma ana dchi ma bich ndkhol fi, walakin. جاني غريب ولكن ممكن نديرو فيها لوبوزيسيون ماشي مشكل شنو غنديرو حنا اش قلنا غنقلبو على الحاجه الساهله لوبوزيسيون شفنا فيها لي زيكسبرسيون تيكونوا في راس الجمله ولا تيكونوا وسط الجمله كاينه مي كاينه اور كاينه بورتون كاينه توت فوا كاينه نيو موا تو سامبلومون غنحيدو بوندون كو وندير بلاصتها دوك اللي تيكونوا في الوسط داكور انا بغيت نبان شويه مزيان عندي بيان كو انا غنعطيكم جوج ديال الطرق اللي ممكن تستعملوهم لا بروميير دي شوز منين انا ما كنقلبش على التعقيدات غادي ندير لا بروميير فراز غادي نكتبها جو ليزي او ريكرياسيون داكو طلبوا مني انني نحيد هذيك بوندون كو غنحيدها وغندير باسطا مثلا بورتون داكو وغادي ندير مي زامي صافي واني هاني ما نبدل ما غنحتاج نبدل كاع لو طون ديال الجمله بقات هي هي حيت بون بون دونك درت بلاصتها بورتون نقدر ندير بلاصتها مي اور سوبوندون توت فوا نيوموا انا بغيت ندير حاجه اخرى ماشي مشكل مثلا بغيت ندير بيان كو غادي ندير بيان كو غتكون هنا في راس الجمله غادي ندير بيان كو ولكن الفيرب غيتبدل لو طون ديالو غيتبدل ما غيبقاش لامبارفي ما غاديش يبقى لامبارفي غادي يولا لو سوبجونكتيف وغادي نقولو بيان كو جو ليز او ريكرياسيون او ريكرياسيون مي زامي ونكمل ساميزي ما غنبدلهاش صافي هادي في حالة اللي انا بغيت ندير بيان كو او كوا كو بيان كو كوا كو عندهم نفس المعنى بيان كو جو ليز ولا كوا كو جو ليز اما انا كنقلب على انه ما يكونش عندي المشاكل
حيد ديك بوندون كو اللي حيدنا قبيله ندير بلاصتها هادي داكوغ. نمشيو دابا نشوفو لا كيستيون. وي العرفة بالله نديرو اوغ. درت الوغ كو صحيحه وي نقدروا نقولوها الوغ كو مي زامي ساميزي. برافو برافو مزيانه مي صحيحه. علاش بدلنا لو طون؟ العرفة بالله بدلت لو طون حيت استعملت بيان كو. انا فقط حيت استعملت بيان كو. الوغ انا ملي استعملت بورتون ما بدلتش لو فيرب، خليت الجمله هي هي. ملي استعملت بيان كو كتفرض عليا نتبع ليها لو سوبجونكتيف و لو فيرب غيست غنديرو في لو سوبجونكتيف اللي هو لو فيرب لير. داكوغ. نشوفو دابا لا كيستيون. conjugue 5. conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convienne. D'accord. غنمشي للجمله هادي. l'enfant allait à la bibliothèque pour que le bibliothécaire lui remette des livres. غنشوف الجمله كامله نقلب l'expression اللي استعملنا هنايا. l'expression هي pour que. pour que indique le but. indique le but وكيتبعها le subjonctif يعني le verbe remettre. غنديرو في le subjonctif غادي ولا remettre. D'accord. On me change la deuxième phrase. Si les camarades lisent, ils n'auraient pas le temps pour s'amuser. Le jumelé a dit badiab si. Ou ranarja le kawaid li kan tchaf diel si. Le verbe diel si m'en sarrafch. Ou alakin le verbe diel jumelé tani m'en sarraf. Aurait. Aurait. H men temps. C'est le conditionnel présent. Ou l'an du had le kaïda fiha. Le conditionnel présent lié fiha si plus l'imparfait. Ou ran sarraf le verbe lire l'imparfait ou ran goul. Si les camarades lisaient, lisez à la fin, ratkou fiha a i e n t. Rdolbel, la terminaison dielkom, parfois, rakat nsaw, ou katdjuru a i t, ou ala, ntouma, ntoum, aslan le pluriel. Alors, la première phrase, la question 5, radin dir fiha. Lui, alors, radin dir remettre. D'accord. Alors, radin dir remettre, het le bibliothécaire, le sujet ta'a. الحركة ديال غمت غتمشي على لو بيبليوتيكير. داكوغ. غمت لا دوزيام فراز اللي هي بي غادي ندير فيها اش قلنا ليزي وغادي دير على فان ا اي ان تي لو بلوريال. علاش؟ حيت لي كاماغاد. صافي دابا نشوفو لا كيستيون نيميرو 6. La question numéro 6, attendez un tableau. Un tableau, fille, situation, ou fille, énoncé. Un jumla al-mantouqa. Attendez l'oul, jumla mantouqa. Bédia, s'il est vrai que. D'accord. Ou flost, la première phrase, fia, s'il est vrai que. T'as joué. D'accord. Ou la deuxième phrase, bédia, bèche. Bédia, il n'empêche que. Il n'empêche que. Que au Katsali fait temps. Tout bon maintenant, Anana, la Tauliha, l'Odaïe Diela. Aoué Hajan, Ranchou Fat Joumla, l'Hmen Dulskat Ntami. Wesh, Nika Toka Tablo Hada, Arafraki, Dolika, Wesh, Juj Diet Dulus, Wesh, Dulsmito, la concession dans le raisonnement, l'effet Kanrfdou Fikra Kanrfdou Fikra Kanrfdou Fikra. Ok, une drisse de raisonner à partir d'une hypothèse. L'effet, quand on a tel faradia, on a tel faradia. Ida, parce qu'on a une drisse qui est terminée de journée, on va voir ce que je veux dire. Je veux dire l'expression liée s'il est vrai que. Ou bien, l'expression liée, il n'empêche que. Hado, juge de l'expression qu'on a chauffé au rond. Ou je vais vous dire sur le WhatsApp. Hado, juge de l'expression qu'on a chauffé au rond. Une drisse de la concession dans le raisonnement. وقلت لكم داك النهار نحفظوا الجمله الشهيره ديال هذا الدرس اللي هي اون بيرسون في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون ا بروبو دو. هذه الجمله خصنا نحفظوها خصنا نحفظوها. اول حاجه غادي نقولوا شكون اللي قال هذه الجمله. قال لك اسيدي سي لي فري كو بوكو. الا كان صحيح ان بزاف ديال المراهقين ام جوي كيبغيو يلعبوا اي نونبيش كو لا ليكتور. هذا لا يمنع انه المطالعه غيست لو ميور مويان بور باسي دو بون طون. كتبقى واحد الوسيله زوينه باش ندوزو بها الوقت. داكوغ. هذا الشخص اشنو دار؟ هو قبل الفكره واحد قال ليه راه المراهقين تيبغيو يلعبوا. قال ليه متفق معاك المراهقين تيبغيو يلعبوا ولكن راه القراءه حتى هي كتلعب دور كبير حتى هي ممكن ندوزو بها الوقت. اذا اش دار هذا الشخص هذا؟ قبل الفكره الاولى وغادي يعاود يرفضها.
شكون هو هذا الشخص؟ ممكن يكون ان اليف، ان بروفيسور، ان ليكتور، قاري، ان اكريفان. اللي قلتو حنا مثلا غنقولو ان بروفيسور، داكوغ؟ ان بروفيسور. دابا عرفنا سميتو دابا الجملة الشهيرة حيت الدرس ديالنا كونسيسيون، غادي نقول ان بروفيسور في اون، هاد الجملة خاصها تحفظ، اون كونسيسيون سويفي دون réfutation يعني يقبل الفكرة متبوعة بالرفض. à propos de حول ماذا؟ à propos de، والفكرة غناخدوها من la première phrase اللي تابعة s'il est vrai que اللي كتنتهي في جوي. هاد الفكرة اللي كاينة من مورا s'il est vrai que جوي هي اللي غنحطو هنايا، وغادي ولكن غنقدوها شوية. غادي نقولو à propos des adolescents des adolescents qui aime jouer. C'est-à-dire la première phrase. C'est-à-dire la première phrase. C'est-à-dire la première phrase. Bien. On va voir ce qu'il y a sur Alpha de l'Infadi. Si, oui, l'Alpha est là. Si, plus imparfait. C'est un conditionnel présent. Mariam, qu'est-ce que je vais faire avec le Fard? Le Fard, je crois, de toute la page là. Un professeur émet une hypothèse. La bnti, هنا ما كايناش ليبوتيز، هنا ما كايناش الفرضيه. عندك اصحاب كي واش ديك السي اللي شتي في الاول هي ديال الفرضيه، باش تقولي لي émet une hypothèse خاص تكون غير سي بوحدها. تما راه عندك سي لي فغي كو، وانتي فغي راه شتيها فواحد الدرس ديال لا كونسيسيون. هنا راه ما كاين كاع، وديك اي نونبيش كو ما كتنتميش للدرس ديال غيزوني، كتنتمي للدرس ديال لا كونسيسيون دون لو غيزونمون. صافي، الوغ الجمله عندك خطا. صافي، خصك ديريها ليكسبرسيون اللي عندنا هي في اون كونسيسيون سويفي اون ريفوتاسيون ديال الفرنسا. ما قراتش الموحد حيت ما عنديش. الوغ دابا نصيفط لكم، داكو عافاكم يفكروني نصيفطهم لكم في سميتو في دابا ندخل دابا ونصيفطهم لكم. استاذه هذيك الجمله ولا ديما كنحطوها؟ هذه الجمله كتحطيها دائما اميره الاحلام الى عندك فيها الجمله فيها وي مي فيها الرفض ثم زعما القبول ثم الرفض. دائما ديك الجمله كتبت لكم بالكحل كتحفظ، وداك الفوقاني ولا بالاحمر ان بروفيسور على حساب شنو شكون اللي قال الجمله، وداكشي اللي بالاخضر على حساب الموضوع اللي تحط في الجمله. بالنسبه ل وي باهي ما فهمتش هذه الفقره، هذه الفقره ولدي خاصك ليها درس، خاصك تكون ديجا خدمتي هذا الدرس هذا، ما يمكنش نجيو غتفهمها، يعني خاصك تكون عارف كيفاش تعمل معها. انا ما غاديش نقول لك عندي القناه ديالي، دابا هاد الساعه ما كنخدموش في الواتساب، اللي بغى يدخل القناه ديالي راه في اليوتيوب غيلقى الدرس محطوط تمايا باش يفهم مزيان، والقناه سميتها حسنى بستاني، غتدخلوا غتلقاو اليوتيوب وادخلوا وشوفوا مزيان الا عندكم بالحق الواي فاي. داكوغ، لا ما خص لا ما خصكش ديري الوغ كو ادم الله يخليك اولدي، حنا هنايا ما كنتعايروش وما كنسبوش بعضياتنا، الله يخليك الا ما احترم راسك راه جالس مع الناس لي بغاو يقراو ماشي ناس اللي بغيت تفلا. داكو، الوغ مريم دابا سميتو دابا تلقاي لا غتتلقاي تلقاي لا دابا الدرس دابا الامتحان انا رميتو في لاباج، دابا نعاود نصيفطو لك. الرابط ديال اش ديال يوتيوب ما عرفتش انا ادم عم تيهضر. داكوغ، الا ولدي ما عجبكش الحال خرج من اللايف، ما تبقاش معنا باسكو ما كاينلاش تبقى تهضر. اخويا عندنا ما نديرو بها ولدي، اللي بغى يخدم راه خدام معايا جالس معايا، اللي ما بغاش يخرج في حالته من اللايف من الاحسن، الله يخليك. الوغ شوفوا دابا الجمله الثانيه أو لا سيتواسيون عندنا هنايا، أن بروفيسور هادي كي a constaté que les jeunes ne lisent pas assez، قال لك واحد الأستاذ لاحظ بأنه الشباب ما كيقراوش بزاف. Elle émet une hypothèse en s'adressant à un journaliste، يعني كيعطي واحد الفرضية
كيقدم واحد الفرضيه وهو كيهضر مع واحد الصحفي لور دون انترفيو، يعني اثناء واحد الحوار. الوغ كيبان لكم هنايا، بان لكم بان في الجمله فيها ايبوتيز. الوغ كيف يعقل اننا نعطيكم في الطابلو جوج ديال الجمل عندهم علاقه بليبوتيز، وحده غتكون عندها علاقه بلا كونسيسيون، وحده عندها علاقه بليبوتيز. داكوغ. هذا ان شاء الله غادي نبلوكيك من نسالي اللايف باسكو المستوى نتاعك ما غاديش نهبطو ليها ولدي الله يرضي عليك. الوغ بالنسبه لهاد الجمله هادي سي اون سيتوياسيون، غادي خصنا جمله منطوقه، غادي خصنا جمله منطوقه. اذا هاد الاستاذ غادي الاستاذ خصو يهضر، اش غايقول؟ هو كيراه بان التلاميذ بان الشباب ما كيقراوش بزاف. هاد الجمله هادي غنعاودوها، لي جون نو ليز با اسي، غنكتبوها هنايا هي الفرضيه وغنتبعوا لها الاستنتاج. دونك ولا بوتيتر داكور ولا لا غتقولوا مثلا لي جون نو ليز با اسي بوتيتر، ولا لي جون نو ليز با بوتيتر. انا المهم نعطيكم الجمله ديالتي. دونك علاش ما تيقراوش؟ تهلا ما نقولوا دابا نتوما راه شي عارفين علاش ما تيقراوش بزاف التليفونات بزاف. الو غادي نقولوا الجمله هي عندنا، دابا غنشوفوا لي نونسي. لي جون نو ليز با assez, d'accord. Donc, ou là alors, peut-être que le gars ils sont désintéressés. يعني هما غير مهتمين بالقراءة، داكوغ؟ لي جون نو ليز با اسي، يعني ما تيقراوش بزاف، دونك إيل سون أن ديزانتيغيسي على ليكتور، يعني ما كيهتموش بزاف بالقراءة، داكوغ؟ نمشيو دابا لا برودكسيون إكريت، عطا الله ما نقولو، أنا ما غاديش نقول لكم على حساب المصحح، وعلى حساب كيفاش عبرتو نتومايا. كونسيسيون بنتي هي الضد. الوغ ناري في هاد الفقره كتجيني صعيبه. وي وي بنتي عندك الصح، الا ما عندكش ليكسبرسيون ما يمكنش تجيك سهله. لا سميتو لا كونسيسيون ايمان هي الضد، تناقض جوج الافكار متناقضين، لا ماشي النتيجه، لا النتيجه هي لو ريزونمون اللي كاين في ليبوتيز. لا كونسيسيون هنايا في هذا الدرس بالضبط، ماشي 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 لا كونسيسيون كي فوالا مزيانه فكرتيني المتفائل العارفه بالله. لا كونسيسيون اللي كاينه في هذا الدرس ديال الجدول ماشي اللي شفتو في الدرس ديال لوبوزيسيون، حيت كاين واحد الدرس سميتو لوبوزيسيون لا كونسيسيون اللي كنستعملو فيه مي اور بورتون سوبوندون، هذاك بوحدو. اما لا كونسيسيون دون لو ريزونمون، هاد العنوان كاملو هو علاقه، عنده علاقه باكسبتي، يعني كنقبل واحد الفكره وكنعاود نرفضها ابخي، داكوغ. نمشيو دابا لا برودكسيون اكريتور. الوغ قال لك tu as participé à une activité organisée par ton collège، قال لك شاركتي في واحد النشاط منظم من طرف الكوليج ديالك، بحالاش كونكور دو ليكتور يعني واحد المسابقه ديال القراءه، اولمبياد دو ديكتي يعني انت مسابقه ديال الاملاء، بياس دو تياتر مسرحيه، كومبيتيسيون سبورتيف منافسه رياضيه. Raconte comment s'est déroulée cette journée. Raconte-nous qui fait des tests liés au et décris les sentiments que tu as éprouvés. Raconte-nous, Smito. Raconte-nous les sentiments à cette occasion, à cette occasion. Sur un petit choix de page, je crois d'abord nous allons savoir d'abord bien, d'accord. D'abord, on va dans l'écriture d'ali. La première chose, nous sommes. Je vais dans nous sommes là. D'abord, je vais écrire, par exemple, un jour. واحد النهار نوتر كوليج، يعني الاعداد ديالي ماشي مون كوليج، نوتر كوليج ان جور نوتر كوليج ا اورغانيزي نظام ا اورغانيزي اون جورني ا اورغانيزي اون جورني كولتوريل، يعني يوم ثقافي، une journée
culturel, d'accord, sous le titre, tahta unwan, sous le titre de. On va l'unwan sous le titre de. مثلاً كأي أي يوم ثقافي كتجلو في مدرستكم إلا تكون عنده واحد هدف أو عنوان فيه هدف. Sous le titre de, sous le titre de la réussite, la réussite est notre avenir et notre avenir sûr. يعني النجاح هو مستقبلنا الآمن. D'accord. النجاح هو مستقبلنا الآمن. واحد النهار الكوليج ديالنا نظم واحد اليوم ثقافي تحت عنوان النجاح هو مستقبلنا الآمن، يعني اللي كيأمن لينا مستقبلنا. وغنهضر على راسي، جي بارتيسيبي ا سيت جورني، جي بارتيسيبي ا سيت جورني. يعني شنو معناها؟ يعني شاركت في هذا اليوم، جي بارتيسيبي شاركت في هذا اليوم dans une pièce de théâtre، في واحد المسرحيه. dans une pièce de théâtre، في مسرحيه. dans une pièce de théâtre، d'accord، avec mes camarades de classe، مع اصدقائي في القسم. avec mes camarades de classe. عافاك بنتي هند، الله يجازيك بخير بنتي، الا ما بلوكي لي داك الولد عافاك، حيت ما لقيت دابا مع اللايف ما لقيت كيفاش ندير. سي سي بوسيبل عافاك بلوكي ليا، حيت بحال هذا النوع ما خصوش يكون معنا في اللايف. داكوغ، ميرسي بوكو. avec dans une pièce de théâtre avec mes camarades de classe. mes camarades de classe يعني شاكس معاهم في هذا الحدث بواحد المسرحيه. J'étais هنا كنعطيو الاحساس ديالنا. j'étais très enthousiaste. هادي ردوا لها البال زوينه الادجكتيف هذا enthousiaste، يعني كنت متحمسا. انا دابا كنهضر لكم على الدري هنايا. j'étais enthousiaste كنت متحمسا. car علاش؟ car j'aime beaucoup car j'aime beaucoup jouer car j'aime beaucoup jouer une scène jouer sur scène pardon j'aime beaucoup jouer sur scène devant le public. يعني j'étais très enthousiaste كنت متحمسا car j'aime كنت متحمسا كثيرا car j'aime beaucoup لانني كنبغي بزاف jouer sur scène ان العب على المسرح قدام devant le public امام شنو هو البوبليك ربي امام الجمهور داكوغ امام الجمهور فوالا نمشيو دابا بوان وغادي نبداو نهضروا على داك النهار لو جور de l'événement est arrivé. اليوم يوم الحدث اتى، يعني جاء داك النهار ديال الحدث اللي غادي نقدموا الانجاز ديالنا. جاتوندي كوم ميز امي، يعني كنت انتظرو. جاتوندي استعملت لامبارفي لان واحد لاكسيون اللي هي طويله. جاتوندي افيك ميز امي، يعني كنت نتسنى انا والاصدقاء ديالي. فين بلاصه؟ دون لي كوليس، يعني في الكواليس وراء خشبات المسرح. دون لي كوليس جاتوندي افيك ميز امي دون لي كوليس. وي داكور دون لي كوليس. وهنا غنعاود ندير احساسي لي زيو فلامبويون. كنحاول ندخل لكم اكسبرسيون زوينين. لي زيو ف
فلومبويون هادي اف فلومبويون يعني عيناني العينين ديالي كانوا مشتعلتان يعني من الداخل نتاعهم فيهم واحد الطاقه فرحان انت غير ندوز لي زيو فلومبويون اي ليسبري جويو اي ليسبري جويو والروح ديالتي كانت فرحه كنت فرحان بزاف اي ليسبري جويو داكور وندير ان بوين وغنبدا عاوتاني كون نوتخ بروفيسور الوغ جويو كون نوتخ استاذنا كون نوتخ بروفيسور nous a averti quand notre professeur nous a averti d'être prêt قال لك منين حين حضرنا الاستاذ او نبهنا باش نكونوا مستعدين فيرغول اش وقع لي انا mon cœur battait la chamade هذه expression تاعي رائعه Mon cœur battait la chamade. Je n'en sais pas bien. يعني القلب ديالي كيضرب بواحد القوة. هاد mon cœur battait la chamade. نقدروا نستعملوها في الفرحة. نقدروا نستعملوها في المفاجأة. إحساس المفاجأة. وكذلك إحساس بالخوف. داكور؟ يعني عندها بزاف. ما تقولوش لي لا أستاذ هاد النيفو تاع البرودكسيون طالع. لا ما طالع والو. الا كتحفظ لي زيكسبرسيون وكتمشي مستعد للامتحان ما كاينش اللي غيحيد ديك نقطتك وحتى هادشي كيخليكم انا النيفو ديالكم في الفرنسية كيطلع كتولي عندكم نيفو اخر في التعبير داكور الوغ نكمل دابا مون كور باتي لا شاماد الوغ مون كور نشوف بعدا واش كتبان الصبوره مزيان داكور مون كور باتي لا شاماد جيتي وباقي انا في الاحساس ديالي بوان J'étais comme un poisson. Un poisson dans l'eau. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais comme un poisson dans l'eau. Point. Une fois. Sur scène. يعني منين طلعت لا سين وغنعاود من احساس اخر لانه اشاك فوا كيكون احساس اون فوا سور سين فيرغول اش وقع ليا جافي لو تراك كان عندي ديك الخديك الدهشه كتوقع اول مره ملي كتطلعوا المسرح كتوقع قدام الناس جافي لو تراك يعني كانت هي ديك الدهشه مي ابري ولكن بعد ذلك مي ابري Je me suis habitué. Après, ça fait تعود. يعني ما بقيتش داك الخلعه في الاول ما بقاتش. نكمل بالكحل حيت هذا غادي تقضي. Je me suis habitué et j'ai bien interprété. Interprété mon rôle. Et j'ai bien interprété mon rôle. يعني من بعد اون فوا طلعت الخشبه كان عندي في الاول ديك الخلعه ديك الدهشه مي ابري ولكن من بعد جو مي سوي ابيتوي تعودت اي جي بيان انتربريتي مون رول يعني ولعبت الدور اتقنت دوري جيدا داكور اتقنت دوري جيدا بوان وغنمشي دابا نهضر على لو بوبليك اشنو الاحساس ديالو لو بوبليك يعني الجمهور لو بوبليك ا بوكو ا بوكو ابريسيي نقدروا ندير ايمي انا باش ندير ايمي حيتاش درناها يعني الجمهور عجباتو المسرحيه ا بوكو ابريسيي نوتر بيس دو تياتر ماشي غير مسرحيتي مسرحيتنا نوتر بيس de théâtre a beaucoup apprécié notre pièce de théâtre alors احساسي انا j'étais ندير un point حتى انا كنهضر انا j'étais غنستعمل l'imparfait j'étais très fière de moi
كنت مفتخرا بنفسي j'étais très fière de moi كنت فخورا بنفسي et de mes amis وكذلك أصدقائي et de mes amis d'accord alors point وغادي نقول نهضر على هذه الأمسية كيفاش داك النهار كان c'était vraiment يعني كانت صراحة c'était vraiment C'était vraiment une très belle journée. Une très belle journée. Inoubliable. La Tunsa. Une très belle journée. Inoubliable. Inoubliable. La Tunsa. D'accord? Ou on a comme la production écrite. Pardon. Une. كملنا لا برودكسيون اكريت نتمنى انكم تكونوا شويه استفدتوا معنا الوغ شنو هي بواسون وي بواسون فين هي بواسون فين احنا في كتبنا احنا بواسون بواسون هو السمك وي ولكن احنا ما كتبناش هنايا داكو استاذه شنو هي بواسون هو سمكه استاذه شنو غيكون في الجهوي ليكسبرسيون كريت واش الوصف ولا السرد بنتي العارفه بالله في لا برودكسيون كريت غادي يكون عندك الوصف والسرد وجمله فيها مثلا ديسكور ديريكت داكور غيكونوا بجوجهم ولكن خاص يكون السرد غالب على الوصف عبد الله لا صافي سالينا بينا نساليو صافي مول مليح باع وراح الوغ بارك الله فيك نعيمه شكرا بزاف ماشي مشكل راه اللايف غيبقى مسجل داكور اللايف غيبقى مسجل وغادي تبارطاجا في الجروب يعني راه ما كاين حتى شي مشكل واللي عنده صعوبه انه يمشي للفيسبوك يمشي للقناه اليوتيوب راه غيلقى حتى تما غيلقى هاد اللايف مسجل حتى في القناه اليوتيوب دابا حنا اش كنديروا بنتي ايمان ايمان صراحة اش كنديروا دابا حنايا انا دابا كل نهار كندير موحد وكندير معاه الانشاء ديالو باش تحفظوهم داكو هذا هو الهدف ديالي انشاء باش كتحفظ كل مره كنعطيكم يوميا كنعطيكم نموذج يوميا نموذج باش تحفظوا باش ملي كتمشيو الامتحان ان شاء الله تيكون عندكم كل شيء مقاد مرحبا ما كاين حتى مشكل مرحبا بنت مرحبا ولدي عبد الله اميره بحلبي مرحبا مرحبا ما كاين حتى مشكل تبارك الله عليكم جميعا وبارك الله فيك بنت العارفه بالله نتلاقاو الحصه الجايه ان شاء الله مع انوتر اكزامان صافي غدا موعدنا مع 10 ان شاء الله وديك الساعه نخدموا واحد اخر يلا او ريفوار ما سخيتش بكم ولكن بركه عليكم ارتاحوا شويه داكو يلا باي باي او ريفوار